ممتاز. أنا جتني مناشدة من يعني مئات الأشخاص دكتورة، قضية أنت طرحتيها في برنامج الزميل كريم حمادي حبر أبيض على قضية خريجي كليات نعم. العلوم اللي تم تعيينهم بصفة ممرض. طبعا هي القضية وين؟ القضية هم تعينوا بقرار 144، تعينوا 10,000 شخص، 5,500 هم خريجي كليات العلوم، والباقين اللي هم خريجي معاهد التمريض وكليات التمريض هذول ما عندنا مشكلة بيهم، الباقين اللي هم 4,500 اللي هم أصلا ممرضين، هذول أخذ عليهم تعهد قانوني مثل ما تعرفين حضرتك أنه يعملون بمجال التمريض لمدة 5 سنوات وبعدها يتم إرجاعهم. صار عندهم خوف أنه سمعوا وقالوا لا إحنا راح نبقى ممرضين وين؟ إلى التقاعد. طبعا هاي يعني صار عندهم إحباط، لأن يقولون إحنا التزمنا قانونيا مع الوزارة، إن كان وكيل أطلق هاي القضية، لأن قبل ما يعني تجين حضرتك الوزارة صارت هاي التفصيلة. من أرسلوا لي أوامرهم الإدارية وغيرها أنه هذول 5,500 مو ما يشبهون 4,500، هذول عناوينهم الوظيفية هو بعنوان مساعد بيولوجي ومساعد كيمياء ومساعد فيزياوي. طبعا أمر الإداري وأيضا هويته الرسمية من وزارة الصحة تقرأ هذا العنوان الوظيفي، لذلك إداريا، وأنت عارف من عندنا دكتورة، إداريا هو راح يتغير مكان عمله. الكتب اللي موجودة طبعا من دوائر الصحة اللي هي دائرة صحة المثنى ودائرة صحة ديالى ودائرة صحة بابل، طبعا هاي الكتب هذول نموذجين يقولون انه احنا محتاجيهم، ويخاطبون مديريات الصحة بهاي يخاطبون عفوا الحكومات المحلية ومجالس محافظات يقولون لهم انه احنا محتاجيهم بالمختبرات. واحد المجالس يقول اني اخاف على الممرضين من هذول لان هذول ما عندهم كفاءة التمريض. شلون راح نقدر نحل هاي القضية وإداريا المسمى الوظيفي ما بي مشكلة، والتخصيص هو على مسمى الوظيفي اللي هو يخص كليات العلوم؟ أنا آسف أطلت عليك. نعم، لا بالتأكيد، يعني إحنا يمكن ذكرنا باللقاء اللي طرقت لحضرتك موضوع مشكلة المعينين بقرار مجلس الوزراء حصرا بالتمريض، واللي هم من ضمنهم خريجي كليات العلوم، يعني واللي أنت ذكرت بعض دوائر الصحة يعني بلغت حاجتهم لهم للعمل باختصاصهم. صحيح. نعم، فيمكن احنا باجتماع هيئة الرأي بالاسبوع الماضي ناقشنا هذا الموضوع، وحقيقة الوزارة يعني بصدد يعني دراسة هذا الموضوع وسؤال دوائر الصحة عن حاجتهم لهذه الاختصاصات للعمل ضمن اختصاصهم الأصلي، وسوف يعني نفاتح بعد أن تكون هنالك رؤية واضحة من قبل دوائر الصحة لهذه الاختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخذ الموافقة من مجلس الوزراء كون هذه الدرجات منحت لوزارة الصحة لتعيين العاملين بالتمريض في وزارة الصحة لسد الحاجة لاختصاص التمريض، وبالتأكيد نحن مع أنه يعمل المذكورين باختصاصهم، والوزارة إن شاء الله سوف تعمل على أن تحقق لهم هذا الأمر وأن يكونون عاملين ضمن اختصاصهم بمؤسساتنا الصحية التي سوف تؤكد لنا حاجتهم لهذا الاختصاص في مؤسساتنا الصحية في بغداد والمحافظة. وكما تعرفين دكتورة أنه هو من تعيينهم هم صار لهم 4 سنوات من خلصوا من مدة هذا التعهد. نعم. القانوني، تدرين بهاي ال4 سنوات هواية يعني تعينوا من الجانب التمريض اللي يعني اشتغلوا على 6 شواغرهم اذا انتقلوا، يعني هي طمأنه وين من حضرتك؟ ان هم راح يبقوا للتقاعد ممرضين يرجعون لاختصاصهم اللي هم حابين يشتغلون فيه. لا ان شاء الله نطمنهم باننا بصدد يعني وضع حل لهذه المشكله، و أن تعمل الوزارة على أن تعيدهم لممارسة عملهم باختصاصهم إن شاء الله. جيد، أنا أشكرك جدا، هاي طمأنة ممتازة حتى لا يخافون. 5,500 مو قليلين، وأكيد المختبرات والجوانب الفيزياء الكيميائية محتاجتهم بوزارة الصحة، 6 شواغر كثيرة، وإحنا تعرفين أنتم في تطوير القطاع الصحي دكتورة، وهذا يعني أهمكم الأول، ولدينا توسع يعني في المؤسسات الصحية، وبالتأكيد هذا الاختصاصات محتاجيها في المؤسسات التي تفتحها وزارة الصحة تباعا. جيد.